اجمل حاجه في الامهات انك تحس ان كلهم واخدين نفس الدوره التدريبيه في الامومه، واخدين نفس المنهج، مذاكرين من نفس الملزمه، ويا ريت بفايده. انت عارف حضرتك، انا مثلا ايه بلاحظ كده شويه ان الامهات عندهم تهديدات مش مرعبه بالمره، وجمل كده غريبه وسرياليه حبتين ما تفهمهاش خالص. يعني مثلا تهديدات من نوع ايه؟ تقول لك هقوم لك ولد، هقوم لك. طبعا اولا هي عمرها ما نفذت التهديد ده خالص، وعمرها ما قامت فعلا، ولا عمرها هتقوم من مكانها. اصل انا بالنسبه لها اتفه بكتير من انها تبذل المجهود ده علشان، يعني بعدين افرض انها قامت، معلش يعني ايه الرعب في كده؟ مش فاهم، واحده ست زي القمر كده زي ماما، ومعهاش سلاح الا يعني الابره بتاعه التريكو ولا حاجه، وهتقوم ومفيش اي مفاجاه في الموضوع، لانها بتحذرني بتقول لي هقوم لك. فايه اللي ممكن يحصل لو قامت؟ فين التهديد؟ لو قامت هجري بسرعه واقعد مكانها وخلاص. التهديد الشهير بقى اللي هو بتاع ايه، انت مش لاقي كذا، طب لو قمت وجبتها لك والله يبقى كتر الف خيرك. يعني انا مش فاهم المفروض اخاف منك تلاقيها ليه؟ يعني ما انا بدور عليها اصلا، لو قمتي وجبتيها لي هنبسط، فين الخطر؟ هاتيها. تيجي ماما برضو تقول لك ايه، انا هعيد تربيتك كلها من الاول وجديد. على فكره انا المفروض ازعل واتعصب واقلب الدنيا، مش حضرتك، انا الزبون، المفروض ان انا جاي علشان اتربى، ده كان الاتفاق من الاول. الشغلانه باظت بقى يا ست الكل، دي مش من عند انا مش هشيل العطله دي، انا مش كفايه ان انا ما خدتش خدمه كويسه، وانت مهمتك الاساسيه باظت وباعترافك، ويبقى مين اللي يقفش؟ معلش، عايزه تعيدي تربيتي يبقى على حسابك، وكل واحد يشيل شيلته بقى. يعني ما توفقتيش في المره الاولانيه وانا سكت، ما حبيتش اعمل مشكله، كمان بتشخطي فيا؟ وبعدين دي المفروض تبقى جملتي انا بقى بالمناسبه، انا الشغل ده ما يعجبنيش، اتفضلي عيدي لي على تربيتي كلها من الاول بقى، ومعلش ركزي تاني علشان خاطر شغلك يبقى كويس المره دي، وعلى فكره التربيه لو ما عجبتنيش المره دي مش هستلمها. اتصرفي بقى، يلا بقى. ولما ماما تزهق بقى تلاقيها بتقول لك ايه، والله لا اسيب لكم البيت وامشي ومش هتعرفوا لي طريق تاني. انا سمعتها كتير قوي الجمله دي بصراحه. طب وليه يا ماما جو برامج المفقودين بتاع القناه الثالثه ده؟ ليه تغيبت عن المنزل الحاجه فلانه منذ 3 اسابيع؟ نفسك تسمعي الجمل دي؟ يعني ليه كده؟ ليه جو المطاردات والاكشن والقفش وبتاع؟ طب ما تسيبي البيت يعني ونعرف مكانك عادي، لو انت عايزه تفكي شويه لسه سبنس. ما هو انت يا اما عند خالتي اللي في فيصل، عند طنط نوال جارتنا اللي في الرابع، هي دي الاماكن اللي انت بتروحيها، مش لغز يعني. اللي انا قلته ده طبعا كان عينه عشوائيه من تهديدات الامهات اللذيذه. ماما بقى كمان عندها شويه جمل سرياليه ملهاش اوقات محدده، ودي بقى انت ما بتفهمش ايه المطلوب منك او ايه المقصود بالكلام، شويه طلاسم كده، بس من ماما بتبقى الطلاسم دي زي السكر. تقول لك انت فاكر البيت ده منسيون تاكل وتشرب وتنام؟ الحقيقه ايوه، انا فاكر ان هي دي وظيفه البيوت الاساسيه، دي معلوماتي، ان اكل فيه واشرب وانام. انا مش جاي استخرج فحم، ولا حضرتك كنت جايبانا غير الديكور، انا جاي اكل واشرب وانام. بس لو في اي انشطه تانية حضرتك تحب ان امارسها انا ما عنديش مانع. يعني في عندكم ايه في البيت؟ في دورات تدريبيه، في نادي صحي، صالون ادبي، تعليم تريكو. انا صحيح كان بقالي فتره عايز اتعلم ياباني في البيت، لو عندكم السكه دي اعمل ايه؟ طيب ما انا بلاش انام. او مثلا تقول لك ايه، يا اخويا يا ليتك حافظ دروسك زي ما انت حافظ الاغاني كده. يا ماما انت مش هتنبسطي لما تشوفي شاب مراهق بيستحمى وبيدندن مثلا نظريه فيثاغورس، ايه علاقه الاغاني ايه المقارنه دي؟ الحاجات ليه داخله ببعضها؟ عايز افهم. او تقول لك مثلا ايه، زمان واحنا صغيرين تقول قوم اقرا لك كلمتين ينفعوك. بص يا ماما، اعظم كلمتين في الوجود مهما كانوا لا يمكن ينفعوا اي حد باي شكل من الاشكال. كلمتين هيعملوا ايه؟ وبعدين انهي كلمتين؟ طب ما تكتري العدد شويه، يعني خلي ايدك فرطه، قولي لي خد 12 كلمه 47 كلمه مش كلمتين. طب تختار لي كلمتين على الاقل، يعني ما تسيبنيش كده. او تقول لي مثلا انت فين، تقب وتغطس وتبقى قدامي حالا. اقب واغطس ليه بس؟ يعني هو انا جاي في الاتوبيس النهري هطلع لك من البلاعه؟ انا جاي بري عادي من الدائري. لما اجي بقى الاقيها ايه، قاعده في الضلمه تهز النجفه، قاعده على الكرسي المذهب الكبير بتاع الصالون، مدياني ظهرها وتأدي بقى اداء مرعب. خش واقفل الباب وراك، الساعه كام في ايدك؟ كنت فين لحد دلوقتي؟ كل جو الاف بي اي بقى اللي احنا ايه عارفينه ده، يعني كانها بالظبط مسكني تحري او رجالتها جابوني في شوال. انا راجع البيت بارادتي على فكره يا ماما، اخش طبعا وهقفل الباب ورايا وهطفي النور وهلبس البيجامه وكل حاجه. في ايه؟ ابدا اجاوب بقى على اسئلتها العميقه دي بقى كلها، ولسه هفتح بقي تقول لا ما تردش عليا. الله، طب ما انت بتساليني، انت مش سالتيني انا كنت فين؟ المفروض السؤال انت كنت فين ده اعمل ايه؟ اطلع الخريطه واشاور مثلا، ابعت لك لوكيشن، اعمل ايه؟ زي ماما برضو تيجي في لحظه كده وتقول لي انا رميت طوبتك خلاص. انا عايز افهم ايه موضوع الطوبه ده؟ ولما هي طوبتي انا بتعمل ايه عند حضرتك؟ يعني هل شايلها في النيش مثلا لغايه ما تم 21 سنه؟ طوبتي انا حر، ما حدش ياخدها، ما حدش يرميها. بعدين انا مامنك عليها تروحي ترميها كده في ساعه غضب من غير ما تاخدي رايي؟ طب رميتيها فين طيب؟ انا هروح اجيبها واشيلها بمعرفتي خلاص. كده رميت.
يعني كل اللي بيننا انتهى، علاقتنا باظت اتدمرت، هنقطع الجوابات ونرمي الطوب. انا والله ما عنديش مانع ماما تقول اللي هي عايزاه، كفايه اللي انا بعمله فيها الصراحه، لكن كل اللي انا محتاجه ان انا ابقى فاهم بس انا بتهزق من انهي حته.